يعني السنه اللي فاتت كانت الاسعار ما كانتش كده، دلوقتي لا اترفعت الدبل. فبرضو على الناس انها تنزل وتجيب فانوس وتجيب نميش رمضان وتجيب حاجتها كتير عليهم يعني لود. قلت اكيد عشان الاسعار يعني، معلش برضه يعني الناس بتركز في حاجات اهم يعني اولويات يعني في شهر رمضان. رمضان السنة دي مختلف عن كل سنة بالنسبة للأسعار، طبعا كل حاجة تقريبا التريبل مش الدبل.